بنزل انا وزمايلي سواء على القهوه سواء على في نادي الاهلي هنا سواء في اي حته، بنتجمع كلنا وبنتفرج على الماتش. بس بتبقى طبعا اجواء مختلفه وبتبقى الناس كلها متجمعه، وحاجه كويسه يعني جدا، وبتعلي الروح المعنويه. رمضان بيبقى ليها طبعا حاجة خاصة، يعني ان احنا بنبقى ممكن لو بالذات لما بتبقى بعد الفطار او كده بنتجمع، بتبقى مناسبة ان احنا نتجمع في رمضان وبنحضر الماتش. طبعا بتبقى حاجة جميلة. يعني رمضان بتفرج في النادي الاهلي هنا، يعني وبتفرج في الكافيتيريا مع اصحابي. لو جو رمضان اولا الجو جميل جدا بعد الفطار، بالذات لما اكون في منتشر الاهلي، سواء انا موجود في النادي او بره النادي، بقعد على الكافيه مع اصحابي بتاع بنتفرج على الماتش، بيبقى جو جميل جدا. بروح النادي في مدينه نصر بتبقى لمه حلوه. وقت الماتش بالذات صراحه بنجري نقعد قدام التلفزيون ونستنى كلنا، نجمع الاسره كلنا نقعد نتفرج، خد بالك، نبقى طبعا متحمسين عشان نتفرج على الماتش كل الناس كده. بيبقى مع الصحاب غالبا، يعني بنقعد بنروح كافيه بنحضر مع بعض الماتش، يعني بيبقى مناسبه ان احنا نتجمع.